استراليا لها محبة كبيرة ولها مكانة كبيرة، ومن أوائل البلاد اللي هاجر إليها مصريين، وفيها أعداد كبيرة بالآلاف. وطبعا دلوقتي استراليا فيها آباء أسقفة، وفيها أديورة، وفيها آباء كهنة، وفيها شمامسة، وفيها خدام، وفيها كليات إكليريكية، وفيها مدارس قبطية، وفيها أنشطة كتيرة، وفيها عمار، وربنا يديم العمار. وكلكم بتبقوا صورة طيبة وقوية جدا عن مصر وعن الوطن الأم وعن التاريخ الكبير اللي موجود في مصر. ويانا من القاهرة، نيافة أنبا دانيال، أسقف المعادي، ونيافة أنبا هرمينا، أسقف العام في عين شمس. ويانا من الآباء الكهنة، الآباء اللي في السكرتارية ويانا في القاهرة، وجايين من اليابان. طبعا زي ما انتم متابعين كده، قعدنا في اليابان 4 أيام، وكانت زيارة طيبة للغاية، واتقابلنا فيها مع عدد من المسؤولين، ودشنا فيها كنيسة، أول كنيسة قبطية هناك بتعب نيافة أنبا دانيال، وبمحبة أحباء وأباء تعبوا هناك، وابتدت الكنيسة تاخد صورتها، ودي تعتبر بذرة موجودة في أرض يابانية. سعداء إن احنا نتقابل وأشوفكم كلكم، ونيافة أنبا دانيال رئيس الدير هنا، دير أنبا شنودة، ودايما هذا التواصل في غاية الأهمية بين الكنيسة في مصر وبين استراليا. محبة الشعب الكبيرة والكنائس هنا متزينة ومستنية استقبال قداستك، وفرحة كبيرة اللي شايفينها في الوشوش يعني من امبارح. تشوف ازاي يعني اي مكان بتطوي بيه قدمين قداستك المباركة بيبقى سبب فرحة لكل الناس. هو الحقيقة يعني الكنيسة القبطية، وتعلمنا في مصر كلنا ان المحبة هي التي تربط الجميع، بنقول عن المحبة هي رباط الكمال. فارتباط المحبة بالكنيسة هنا بمصر، بالكنيسة في مصر، بالعلاقات الطيبة اللي موجودة، انتوا عارفين عندنا مثل مصري يقول البعد جفا. البعد جفا، جفاء جفا من المحبة، يعني ما فيهوش محبة. فالقرب والتواصل والزيارات وتبادل المحبة وتبادل الخبرة بلا شك ده بيعمل رباط جيد خالص. وبالذات ان احنا صح انا في استراليا، لكن احنا نشأنا في وطن له قيمة في العالم، مصر. فمش بلد عادية، يعني بلد لها ثقلها ووزنها. طبعا زيارات البابا شنودة لاستراليا كانت بيبقى لها وقع كبير جدا، باعتباره أول بطريرك بيزور البلاد هنا، وكنا بنتابعها كتير خالص. حتى أنا فاكر الزيارة بتاعت سنة 89 كانت في زيارة طويلة، فكنا في الدير يعني، وكنا نتابعها ونتابع نشاطها، وكانت طبعا موضع فخر كبير خالص. وزي ما بيعلمنا الكتاب، كثيرين تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم. أنا باجي هنا طبعا امتداد للزيارات السابقة، وزي ما حضرتك بتذكر الأجيال، الأجيال الأول والثاني والثالث والرابع، والأجيال إلى ما شاء الله بيجمعها دائما حضن الكنيسة. يعني وجود الكنيسة ما هوش مجرد مبنى أو مجرد طائفة أو مجرد مجموعة، لا، هو الكنيسة أولا وأخيرا هي حضن، ولأنها أم فهي حضن، والحضن ده بيحضن كل الأجيال، فيش بقى لا كبير ولا صغير، هو الكل في الكنيسة. عشان كده شيء مهم جدا الارتباط الدائم بالكنيسة، يعني وجود علاقة قوية بين أي جيل زي ما بنعيشها في مصر وهنا. وانا عارف ان كتير مرتبطين بالكنيسه كويس خالص ولهم علاقه طيبه. يعني الكنيسه مش محدوده بارض معينه ولا بلغه معينه ولا بشعب معين. في الايمان المسيحي نحن نؤمن ان المسيح جاء من اجل العالم كله، وطبعا
أشهر آية في الكتاب المقدس بنستخدمها اللي جت في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 3 عدد 16 اللي بتقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فالكنيسة مش محصورة في أرض معينة ومش محصورة بلغة معينة، يعني لازم أصلي باللغة الفلانية أو مش محصورة لجنس معين أو لفئة معينة، الإيمان لكل أحد. فباعتبار اليابان دي جديدة علينا والبداية فيها بداية نشكر الله. طبعا أنا عايز أذكر أن في اليابان ابتدت من أيام البابا شنودة لما أضاف اليابان لخدمة إبرشيت سيدني، وابتدت تمتد شوية بشوية لغاية ما ربنا سمح بقى في كنيسة قبطية وسمح بتدشينها، ورسمنا ثلاث شمامسة يابانيين. وزي ما بقول دايما هي بذرة، زي ما انتوا هنا في استراليا ابتديتوا بأبونا مش كده؟ أول أبونا مينا نعمة الله أول كاهن دلوقتي ربنا يبارك في العدد وفي الخدمة.